بمشاعر من المحبة والألفة والأخوة بين الكويت وسلطنة عمان، والتي انتشر عبقها في صالة حملت بين طياتها عبق الحلوة العمانية بمذاق من الوطنية ومشاعر الفخر والاعتزاز، وسط أغاني عبرت عن النهضة وأمجاد السلطان قابوس باني نهضة عمان الحديثة. أن تصل العلاقات الكويتية العمانية إلى هذا المستوى من الشراكات الاستراتيجية في كل المجالات، هذه العلاقات التاريخية الصلبة القائمة على أساس ثابت من المحبة والأخاء والتعاون، يرعاها سيدي صاحب السمو وجلالة السلطان، ويحرص عليها على تنميتها الشعبين في البلدين. أتمنى لإخواننا في سلطنة عمان مزيد من الأمن والأمان والازدهار والنماء. تحتفل سلطنة عمان بالذكرى 48 للعيد الوطني، وهي ذكرى تحمل في ثناياها المنجزات الحضارية الباهرة وأرفع معاني الفخر والعزة والانتماء والولاء في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد. مجتمعين هنا للاحتفال بالعيد الوطني العماني 48، بسم الله ما شاء الله فرحة جميلة واستضافة جميلة من دولتنا الشقيقة الكويت، فرحين وأجواء جدا جميلة، ولنا لقاءات مع إخوة ما التقينا فيهم هنا في الكويت. ولعل العلاقات الكويتية العمانية علاقات متجذرة ملؤها المحبة والمودة، نعمت بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة، وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.